ونرجع لكم مرة ثانية هذه الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله ما تمشي وبنحط المطار، بقينا بس 1200 شخص يسكن عندنا وبنحط المطار. أنا الحلقة الماضية سوينا الضرائب وسوينا غيره وسوينا هالسوالف، قعدت أفكر في أماكن حلوة حق المطار، فقلت يا بشتري هالمنطقة على الأغلب الجاية وبحط فيها مطار، بنوصل المترو فيها، والقطار لازم نطوره بما أن استوى عندنا مكان هنا قطار، أبيب القطار بعدين طريقة ما هني ما أعرف، بس في طريقة أبيب فيها القطار. أوكي 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 أوكي، مش لازم ماي يعني، لازم ماي ليش أنسى الماي؟ شو عندي مشكلة في اللعبة مع الماي من أول حلقة في السلسلة، وأنا عندي مشكلة وسأسحب عليهم ما أعطيهم ماي، وعالم تطلع ونسى على أنا. زين هذا يسكن مجالتين، ما عنده عمال وما عنده ماي. ما عندك عمال عرفنا ليش، لأن أصلا مش موصلين لكم مكان، ساحبين على المنطقة بكبرها نحن. بس خلنا نوفر شوي خط بينه وبين منو وبين المدينة الثانية، على أساس شو بسوي نفق بسوي نفق، ما بسوي ما بقى كسر الصراحة. وصلنا اوكي ممتاز ممتاز. كم سرعة الشارع؟ سؤال 50. زين اذا جبت شارع نفس هذا رايح راد سرعته 100 صح؟ ليش ما اخلي التنقل بين المناطق؟ لا هذا اتجاه واحد، انا ما باتجاه واحد، ابى اتجاهين. هاي مشكلة ثانية في الشارع العام، لازم يكون اتجاه واحد. إذن الشارع الأكبر شوية 60، إذا أخذنا على أخلك عمينونك إذا بسوي شارع رايح راد أوكي. لا ينمنون مخلص. إيه هاللين اللي سويناه لطف، هاللين اللي سحبنا عليه إيه تحجونه تحبنا عليه، بسوي مطار مطار مطار، ولا بنحط المطار عند المدينة بين مدينتين في مواصلات، وتحت المطار بنسوي يمكن اكسبو ونسوي محلات تجارية شوي نزيدها، لان اذا سوينا اكسبو وسوينا مطار معناه في ناس تبتي تسكن لان عندك اكسبو، في مشاريع تبت تفتح لان عندك اكسبو، في امور لازم نسويها لان عندك اكسبو. طبعا انا هاي مخلينهم الحين على البركة لان احنا قاعدين نسوي كل شيء، فاتوقع ان كلهم يفتحون مع الوقت بروحهم، ولهاي اصلا لهم مهمات. مثلا اذا تبى تبني الكلوسر اوردر اوفيس لازم يكون عندك الادكيشن اكسبنس عالي، يكون عندك سيستم عالي، وها كله قاعد يرتفع نحن ويانا شوي شوي. بس الاباء الحين الاكسبو هذا بيوفر لنا فرص تجاريه وايد، واذا يا عندنا وايد تجار راح يستوي الناس تبى تسكن، فبنزيد عدد السكان. طبعا في طرق ثانيه وايد اسهل ان نزيد عدد سكان الخريطة بشكل سريع، يعني ممكن احنا نسوي 100,000 هذا في وقت اقصر وايد من انك تسوي في عدة حلقات، بس احنا قاعدين نسوي اقتصاد. الاقتصاد هذا مرتكز انه يكون ثابت ويرتفع بشكل هادي، ويكون عندنا كل شيء قدر الامكان متوازن. عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، مش ما في مدينة ما فيها مشاكل. عندنا مثلا هني مش واصل لهم، ما عندهم مثلا متضايقين ما في مقبرة، حد متضايق من كذا. بس على قولة القائل ارضاء الناس غاية لا تدرك، بس بنحطي لهم ان شاء الله توصل لك كهرباء وماي. ايه انا عندي مشكلة مع الكهرباء والماي، مشكلة مع الماي. وفتح لنا شيء ثاني، محطة نووية، لا 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 هذا بيحلنا وايد مشاكل كهرباء، بس هذا علة لازم يكون شيء بعيد بروحها شوي. بسوي هني اصلا صناعية على الاغلب، بوصل هالصناعية في الصناعية اللي هني، لان بنحتاج اذا سوينا اكسبو بنحتاج صناعية جديدة الصراحة، بنحتاج نوصل هالصناعية في صناعية ثانية، نسوي لها بعد مترو ونسوي لها بعد مواصلات. بس هاي شو مشكلتهم؟ ما عندهم باصات. انا كانت الفكرة حلوة يوم سويتها، بس حسيتهم بعاد وايد محتاجين مداخل، يعني مثلا هني اوه على الزحمة، يا الله ما احب اشوف زحمة، الناس كلها طالعة من هناك الزحمة هاي، لازم نسوي لهم مخرج ثاني، نسوي لهم مخرج من مكان ثاني. لازم نسوي المخرج متلعوز تلعوز تلعوز، زحمة زحمة
خلينا ندق داون، في بيج اب في بيج داون على الكيبورد، دقوا عليهم بيطلعوا لكم الانفاق وغيره تقدرون تسوونهم. والله اصلا هذا الشارع بروحه مسوي زحمه، خلينا نشوف زيد زحمته. دبلت الزحمه انا عندي، بس خلينا نزيد الوسعة هذا شوي، يمكن نتخلص من الزحمة اللي العالقة هني، وما بأسوي أكثر من مفترخ، بس أبى الناس ما تتزاحم هني على الدخلة هاي، لأن لو وصلت الزحمة لهني هني كامل بيوقف، وما بوقف الشارع كامل أنا، لو وقفت الشارع كامل مصيبة. ممكن اسوي الجسور الدائري، الجسور الدائري ما مريت عليها الصراحة من مثل هاي، يعني ممكن الغي هذا بكبره واسويه، بس بالنسبة لي احس انهم ياخذون مساحة الصراحة، بالنسبة لي ياخذون مساحة صراحة، انا ما بسوي هالامور، احس المساحة اللي ياخذونها is too much، بس يمكن نسويها حق كيف، ليش ما نسوي مدينة ولا هاي؟ اذا بسوي هني ثلاث اربع مدن، بسوي مكان دائري وصناعية وتجارية واقتصادية، ومنقسمها بنقسمها بكل بساطة، شو رايكم؟ بس يبانا ناخذ هالمنطقة هاي اتصور، بس قلت بسوي المطار هني خلاص، فالشكلة يا اني بحتل هالمنطقة هاي، بس هالمنطقة يبالها شغل، او اخذها هني واسوي له واحد يتمشى في الخريطة. انتو لازم تكتبون رأي بعد تحت، شو كيف تتوقعون المدينة تتمدد، وشوف المستقبل تستوي، ليش الناس كلها ميتة؟ الناس قاعدة تموت زين، بس ليش؟ يعني اوكي بسوي مقبرة وبسوي هذا، بس ليش قاعد يموتون؟ انا هاي من الشغلات اللي ابوها تكون في اللعبة، ليش يموتون؟ كنا نعرف ليش يموتون؟ مستشفى ما مكفي؟ اوكي مستشفياتنا شكلها فل، وانا قاعد اسوي عيادات في الواقع، يعني ما قاعد اسوي مستشفيات ضخمة، فشو الحل الحين؟ بدي احطي وفر هيلث، مش بس بالطريقة هاي، انا صراحة ما بقعد ابني. الشيء اللي تكلمنا عليه المرة الماضية، انا راح ارفع الكوست ولا البوتنشال مال الهيلث، بدل ما اني اقعد اسوي 16%، المفروض يزيد الكمية حلوة. ايوة الناس ان شاء الله بتوقف تموت بالطريقة هاي شوي، يعني لان مزعج انهم تموني يموتون، بس وايد 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 مرضهم صراحة وايد، مع اني انا حاط حدايق، حاط هذا، حاط شير، حاط تعليم، حاط مواصلات، حتى مش مفروض صعب انه يوصلون للدرجة هاي، بس خلينا نشوف اذا الهيلث مالهم الحين بيزيد، بيتمون العجز كان يزيد عنا شوي. وهذا وصلنا وفتحنا المطار، طبعا احنا هسه نفتح الخاين تري المطار اصلا، باقي الامور مشيها يا الله يا الله، المطار ياخذ مكان، ما بسوي كتان مشكلة، ما بسوي شيء يصير، خلنا نشوف يركب المطار عادي هني، earth too steep، يبانا نعدل الارض، خلنا نسويها شوي سيدة بالفرشاة، انا اظني جبت العيد ما سويتها سيدة، يب انا جالس ارفع ما سنزل، بس ارفع من الصبح، خلينا ننزل شوي الارض، الارض نسويها سيدة سيدة، خبر الامكان الاماكن هاي. انا شو سويت بالضبط؟ شو سويت؟ احد يقول لي اذا ما عدل كان احسن له،
انا متأكد جبت العيد مرة على خشمه بعد. اقول لحظة، لا مش سيدة اصلا كبرها، حط المطار هنا يسوي ازعاج للناس بيموتون من الازعاج. زين ما نبغى يموتون من الازعاج. لحظة، نحن اصلا يوم بدينا المدينة هاي قلنا بنسوي المطار هني، وان هاي منطقة المطار، وليش ما سويت هالشي انا؟ مطار، تعال يا صديقي تحطي لك مروحة. بس لا، ما يبغى مروحة، حرام مروحة على هذا. حرام مروحة على هذا، حطي له ماي. للمطار حطي محلات تجارية ومكاتب سفر وربعه، كلهم اعرف تجاريا. هاي اظني موضوع يكون ناجح. خلنا نشوف المطار شو بيحتاج. نزيد سرعة البناء بس، الحين الصحة زادت، كل شيء زاد. بس بما انه بيكون عندنا هني هاي، اظني بسويها منطقة. انا في احتمال اني اسويها منطقة كاملة. بجت بانل، ما نبغى البجت بانل الحين، نحن نبغى نوسع حول ما حولك. خلي لك مكان عود، فنحط مكان يمكن في المستقبل نسوي نكبر المطار، يمكن نسوي مطار ثاني. المطار ما يكفينا، بخلي له منطقة حق مرة بروحه. هالمكان بيكون فيه مطار في المستقبل. طبعا مرة ما حطي الحين مطار ثاني، ولا المدخول مالي بيضرب الأرض. خلنا ناس طيبين وناس محترمين، في ناس محتاجين يسكنوا هالأماكن. أنا متأكد محتاجين صحة. لا بعد ما ينفع المطار هذا، بس هذا حده. لو نسوي مطار ثاني نسوي مكان ثاني، شو يسوي مطارين نفس المكان حق زحمة؟ بس نبغى زحمة يعني ولا كيف؟ ما نبغى زحمة يا اخوي، ما نبغى زحمة. مستشفى عليها القيمة، مطافي كبير، بنكبر المنطقة تحت يعني. خلنا نسوي منطقة حقنا الحين وحق المستقبل مرة واحدة. ما قلنا على الشوارع بمشي، الخطة الأولية اللي ما مشيت عليها، ثلاث أرباع الوقت ما مشيت عليها. بتيكم كهرباء، لحظة صبر، بتيكم كهرباء. خلوني بس نعدل موضوع ترتيب الشوارع هذا، اللي هو من أهم الشغلات. هذا بيتين، واخر شيء وين حط لي اياه؟ انا من الصبح انزل تحت الارض حق شو؟ حق الشغله هاي ما تستوي. تعال تعال، وصلناها، سوي مكان خطر. عندنا مكان بعد خط ثاني اذا بنمد في المستقبل، يمكن نمد يمكن ما نمد، على الاغلب ما راح نمد يعني. بس اذا مدينا راح تستوي شغلة مهمة. حطيت كل مكان اللي دخل البيت. ها اوكي وصل، يلا الحظ مشت، مشت على الحظ هاي.
الصالون هذا لين هذا، سلام كهرباء بس حلو ممتاز. مشت البيبنون داخل الحين، بيطلعون شوي زيادة بس عندي احساس انه ما راح يكون بسهولة. ف باب الاحتياط والحذر، نبني اسلاك كهرباء يا عزيزة الكهرباء. نحن الحين قررنا نسوي مدن هني، مدينة الكهرباء، مدينة النووي. بس خلنا نخلص من المطار ونتفاهم مع الوضع. طلع النهار، يوه مستشفى مكبرة، شرطة يا شرطة، محتاجين نعدل كفاءة الشرطة. وين البادجت بانل؟ انتو زيدوا 10% 10% ليل ونهار، شرطة 10% في الليل و 15% 20% 20% في النهار بزيد. سلم على المدخول، اساس ان نحن مشاكل في كل شيء، كل شيء ناقص عندنا. يو شرطة سجون عندي قاعد تنترس، احنا كلنا هذا متعلمين ليش عندنا جرائم هالكثر. خاطر اعرف على كثر الجامعات اللي حطيناهم، ما تعرف ليش. ان شاء الله المجرمين راح يكونوا مجرمين، نحن ما راح نغيرهم. ف ليس بيد حيلة، عندنا وايد محطات باص، طرشوا لكم باص هني. اينا طبعا وصلته في الخط اللي هناك. في شغلات افتراضا من ترانسبورت فيفر انا اسويها، انه هذا المفروض بالطريقة هاي اساس من مكان لمكان يتنقلون، ولا من مدينة لمدينة يتنقلون. اوكي الصحة، اوكي الطافي، نص ونص. الشرطة عندي مشكلة في الشرطة انا، يوه هالقسم كامل ما في شرطة. شو بقول ليش في جرائم؟ توايد تلعوزوني على الماي، واسأل انا بعد ليش في جرائم. هذا بروح اقصه هني، هذا بروح اقصه في مكان ثاني ما في شرطة. زين انا عندي مراكز اساسية كبيرة، شو بسوي؟ وزع القوة على اطراف المدينة، بس لان في جرائم يمكن الناس تموت من الجرائم هاي. ما نعرف نحن شو قاعد يموتون الناس فعليا. فشوي بروح بمسخة شوي، بترسلهم شرطة اللي ما يقدروا يتنفسون من كثر الدوريات. خلهم مجرمين هايل ينقعون واحد ورا الثاني. فوق هذا من الوجد بين المالي بعد زيده 10% وزيد تحت 10%. خلاص انا خلي اشوف منو اللي بيسوي جرائم، خلنا نشوف. والله بيسوون اظني، يا الله السجن فول تعليم، هاي الشعب جهله. ما اظني المفروض صناعية احط فيها انا، بس الوضع وصل. كل ما يزيدون على فكرة سكان المنطقة، كل ما تعليم كفاءة تقل. يعني تشوف انت يغطي مساحة خضر عودة، بعدين ما بيغطي نفس المساحة لان الناس زادت. فالحسب حسب كم يستهلك مساحة يعني يفرق وايد. ما عندي مساحة ابني عليها، ولا مخرب علي السلك انا على فكرة. بشكل مش طبيعي تصميم المدينة هاي، مش جميل ابدا. غيرت الرأي مرتين، ما بسوي نفس التصميم خلاص، غيرنا الرأي. كلهم عندهم ثانوية بسيطة، كلهم عندهم جامعة، تعلمتوا فهمتوا. مشو زعلان يا صديقي؟
زعلانة. No one shows up to pick up dead. Average 67% capacity. والله عندي مقابر لين يوم المقابر. الناس اللي في المقابر استوى عندي اكثر من الناس اللي في شو اسمه في المدن. اي شيء اللعبة هاي بعد كل ما تطول اللعبة كل ما تحس صعوبتها تزيد، كثافة تزيد، شو اسمه يزيد، كذا يزيد، تحتاج بعض الامور شوي، يعني شوي تحتاج. طلعنا المبنى الجديد بالمدب. هذا على اساس المطار يكون فيه توصيل زيادة. فاني ولا اها اوكي، يعني اذا عندي هنا مدينة صناعية بوصلها بطيارة مثلا، بحطي هذا هني، بحطي لها مسار جوي لين مطار اظني، نستكشف بيشتغل اتصور ما اعرف، نستكشف بس. ما ظن المطار مالي اصلا شغال فعليا للحين، في عندي مشاكل شكلها في المطار. يمكن بداية المطار ما كانت سعيدة وايد، بس عندنا شغلات ثانية حلوة راح تستوي منها. هذا راح يكون ساس المدينة الجديدة، نرويكم اياه قبل لا نسكر الحلقة هذي. سكر الحلقة هاي، وصلها هذا اتجاه، لا بالطريقة هاي بنسويها. انا بخبركم شو بيستوي. صناعية تجارية مكاتب، وهني شو النووي. نووي ممكن، بس هذا هاي واي ما اقدر اسوي نفسه مش هاي واي. لا الوضع يباله تكتكة، الوضع يباله تكتيك جامد. امسح بس، هذا شي زين، ممكن اتخلص من الزحمة كم من هاي واي. يمكن اسويها الحين قبل لا توهق عقب. هذا استبدال حلو حق هذا، استبدال جميل مش بس حلو، والله يكون شي جميل. ممكن اسوي شي نفس هذا منوي على فكرة. هنا هذا الشارع الصغير مرة مكبرة، خلنا نستكشف معاكم. بس حق الحشرة يعني مو من فايتاني اظني. زين ابا كبره كله، ما يكبر كله، لا لان عندي شغلات هسكر عليه. هذا ها مرنا جنبه انا. المهم حطينا المطار هاي، ونشوف بنضبط الامور بنعدل. هاي طيارات قاعدة تروح 7 8 1 دايركت نايس. فالحلقة الجاية بنكمل على المشروع القادم، بنكمل مدينة النووي.